نعم يا أخي. الاستعانة أخذنا أن الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة مثل باب الدعاء لما يذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله. أطلب من هذا الأخ أن يأتي ويعين بعض الطلاب في حمل الحقائب أو حمل الكتب، يصح؟ حي وحاضر وقادر واعتقد أنه سب، نعم، لكن الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، صرف لغير الله شرك أكبر. للاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم من حق التأخير يدل على الحصر، يعني على الله لا على غيره. نعم، إذا استعنت فاستعن بالله، هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله. بعد هذا استعانة، قل أعوذ يعني التجئ واعتصم. نعم، وقل أعوذ برب الناس، استغاثة، إذ تستغيثون ربكم. قلنا غرق في البحر واستغيث بإنسان حي حاضر قادر يعتقد أنه سبع على الشاطئ، يصح؟ يصح، لكن غرق ينادي الولي ونادي كذا شرك أكبر. طيب الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ذبح لله هدي وأضاحي وعقيقة وصدقات، وذبح لغير الله محبة وتعظيم، يذبح لأصحاب القبور، يذبح للجن، شرك أكبر. الثالث من الذبح ذبح جائز، يذبح الأخ لماذا؟ قال حتى آكل أنا وأولادي، يصح؟ يصح، يذبح لأن لديه محل لبيع اللحوم، يصح؟ يصح. جاء فلان إلى بيته ثم ذهب وذبح وطبخ وقدم له الطعام، يصح؟ يصح. إذن الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ذبح لله هدي وأضاحي وعقيقة وصدقة، ذبح لغير الله محبة وتعظيم، الشرك أكبر كالذبح للجن ولأصحاب القبور. الثالث من الذبح ذبح جائز، شاة اللحم والاتجار وإكرام الضيف. نعم نعم. النذر يأتي بإذن الله زيادة بيان لأحكام النذر في الشرح بإذن الله لأبواب كتاب التوحيد. نريد أن نعرف هنا أن هناك نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله في اللفظ كالحلف بغير الله، لكن في الحكم شرك أكبر. بدل أن يقول لله علي نذر يقول للولي علي نذر، فهذا شرك أكبر. والدليل والدليل قوله تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. نعم، فتح الله عليك. أجل، ماذا أخذنا؟ نعم يا أخي، أخذنا أن الدعاء دعاء مسألة، أخذنا أن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين لك شيء من أنواع العبادة حتى تعلم أن العبادة حق لله. لو مرة واحدة في حياته ذبح لغير الله محبة وتعظيمة ذبابة، ها، ذبح الذبابة كذبح العجل؟ نعم، لا فرق، صح، هي نعم، كله شرك أكبر. لو مرة واحدة في حياته دعا غير الله دعاء عبادة، شرك أكبر. لذلك قال فمن صرف منها شيء، قلنا شيء يشمل القليل والكثير، لكن ذكرنا لكم ضابط أننا الآن لابد في تكفير معين الرجوع إلى العلماء. كفر العلماء كفرنا، توقف العلماء توقفنا. نعم، ذكرنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة وعبادة. دعاء العبادة
صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله وهو دعاء بلسان الحال. الثاني دعاء مسألة وهو دعاء بلسان المقال، ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه الله صرف لغير الله شرك أكبر كطلب الولد من المخلوق، وفيما يقدر عليه المخلوق قلنا صح بشروط أربعة: أن يكون حي خرج بهذا، ميت حاضر خرج بهذا، غائب قادر عاجز. سبب: ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفي في الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار. اجلس فتح الله عليك. هنا في السبب يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الناس انقسموا في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام: قسم صحيح، والقسم الثاني شرك أكبر، والثالث شرك أصغر. الأول: إذا اعتقد ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا، فهذا فعل صحيح، والله سبحانه وتعالى جعل لنا الأسباب إما شرعية أو حسية. مثال: لديه آلام في البطن، ذهب وأخذ دواء وشرب هذا الدواء، قال بسم الله اللهم اجعل في هذا شفاء، يصح سبب حسي أو شرعي؟ حسي. أو أخذ يقرأ على بطنه الفاتحة مثلا، يصح سبب شرعي، رقية شرعية. نعم، إذا اعتقد هذا واعتقد أن الدواء سبب يصح، صح ولا إشكال. أو الرقية سبب يصح ولا إشكال، سبب إما شرعي أو سبب حسي. طيب، هذا القسم الأول، قسم صحيح. القسم الثاني: إذا اعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته وبيده جلب المنافع ودفع المضار، فهذا شرك أكبر. مثال: الآن يضع على المنزل رأس ثوب، أعين الذئاب، حافر، نعل قديمة، إطارات السيارات، كف، خرقة سوداء، الحوت أو السمك أو غراب أو كذا أو بعض الأشياء، أو يكتب على باب المنزل مثلا: عين الحسود لا تسود. لماذا يا أخي تصنع هذا؟ ولماذا تضع هذه الأشياء على السيارة أو على البيت أو على الولد؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه أسباب لدفع العين، فهذا شرك أصغر الفعل. نعم. وإذا قال: لا، هذا رأس الثور هو الذي يطرد الجن والشياطين، فهذا شرك أكبر ولا شك في هذا، لأنه اعتقد أن لهذا تصرف خفي في الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار. هذا الأمر واقع موجود، من يضع رأس الثور عن الذئاب والحافر والنعل القديمة وطارات السيارات وبعض الأشياء وبعض الكتابات موجود. وبعد هذا يأتي البعض وقل: لا داعي لن ندرس التوحيد. إذن انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. الأول: صحيح، إذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب، والله سبحانه وتعالى جعلنا الأسباب إما حسية كالدواء أو شرعية كالرقية، وإذا اعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته شرك أكبر. اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب، هذا شرك أصغر. فتح الله عليك. بعد هذا ماذا أخذنا إخوانا؟ ماذا أخذنا؟ نعم، أنا أنت يأتيك السؤال إن شاء الله. شرط قبول العبادة الإخلاص والاتباع. أجلس فتح الله عليك. نعم آخر. طيب، نعم. رأينا من الخشية
خوف. الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من أخشى وكمال سلطان. خشية خوف لكن خوف خاص فتح الله عليك. نعم. أخذنا أقسام الخوف. أخذنا أقسام الخوف. نقسم الخوف إلى ثلاثة أقسام. خوف عبادة وتعظيم وصرف. صرف لغير الله شرك أكبر. خوف محرم. خوف محرم، الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله وطاعة المخلوق في معصية الخالق. خوف طبيعي. خوف طبيعي. اصبر. خوف الطبيعي جائز كالخوف من النار. من النار. اللصوص. قطاع الطريق. والسباع كالأسد. سؤال. تجيب إن شاء الله. ما حكم الخوف من الجن؟ نعم. فتح الله عليك. هذا يستحق جائزة. نعم. يقول الخوف من الجن في تفصيل. نسأل هذا. تخاف من الجن؟ قال نعم. ماذا تصنع؟ قال أصنع. أقرأ آية الكرسي. أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا أنام وحدي. فهذا الخوف أدى إلى ماذا؟ إلى التوحيد. فهذا خوف طبيعي. الدليل على هذا، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. خاف أي خوف ما يمكن تشك في عقيدة موسى عليه الصلاة والسلام أبدا. انتبه. تمام. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. هنا الخوف شرك أكبر. أي نعم. فتح الله عليك يعطيك الجائزة إن شاء الله. طيب. نعم يا أخي. طيب نعم. قسمنا الذبح إلى ثلاث أقسام. لو قال لك قائل هناك من العلماء من يقسم الذبح إلى خمسة إلى ستة أقسام، نحن نريد إخواننا في هذا الشرح أن نمشي على ما جاء في مؤلفات الشيخ العثيمين رحمه الله ونسير على هذه الطريقة في كل الشروحات. إذا انتهينا من كل شروحات الشيخ العثيمين رحمه الله ننتقل إلى عالم آخر. لماذا؟ حتى يعني يسهل عليك العلم، لأن التعريفات والتقسيمات اللي يذكرها في كتاب التوحيد يذكرها في الواسطية، يذكرها في شرح البلوغ، يذكرها في شرح الزاد، وعلى هذا تسير صح ويسهل عليك العلم. أما تأتي بتعريف من هنا وتعريف من هنا وتقول فلان قسم كذا فلان تختلط عليك العلوم. من رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليه فيها حتى أصير أضل من توم الحكيم. إيه يا إخواننا لابد ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطون منه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان قليلا. كان الواحد من السلف يأتي لعالم من علماء السلف ويلازم هذا العالم حتى يأخذ كل ما لديه، ثم بعد هذا ينتقل لعالم آخر. فتقسيم الذبح إما أن نقسم الذبح إلى قسمين، وإذا ما استطعت أن تفهم هذا التقسيم أترك هذا التقسيم وتقول أن الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ذبح لله هذه وراحم عقيقة صدقات. ذبح لغير الله محبة وتعظيما شرك أكبر كالذبح للجن أصحاب القبور. وذبح جائز شاة اللحم والتجارة كرام الضيف وغير هذا. نعم. الله يفتح عليك. قلنا التوكل لابد فيه من نعم من ثلاثة أشياء: صدق اعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة للممنوعة. فتح الله عليك. غير هذا. نعم. ولا شرك بعبادة ربي أحدا. شرط قبول العباد الإخلاص المتابع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أيضا من مشاركة
مزارعة الخيرات وعدم الخروج برحمة الله. الله يفتح عليك. وقلنا أن ابن القيم حذر من هذا واستدل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. لأن البعض يشوه قال أحفظ الرسول ثلاثة اليوم، لا، غدا غدا بعد غدا بعد غدا حتى لا يحفظ. تضمن لي أن أبقى على غدا؟ لا. فبادر يا أخي. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبادر عليه الصلاة ولم يتوانى قط عليه الصلاة. عندما أنزل عليه وأنذر عشيرته الأقربين قام عليه الصلاة والسلام، كان جاد بهذا الأمر. فلا بد أن تكون جاد بهذا الأمر. تريد أن تكون على طريقة السلف وأنت غير جاد، ما يصلح هذا. أي نعم، فتح الله عليك. غير هذا. نعم يا أخي. الآية من سورة الكهف فيها دليل لقاء مع الله عز وجل. فيها دليل على لقاء الله سبحانه وتعالى. فتح الله عليك. وغير هذا. نعم آخر. أخذنا مع فضلة الشيخ أن نحكم إلى الفعل وحكم على الفاعل. نعم، أنه لا بد تفرق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، وأن هذا الباب باب خطير إطلاق الأحكام على الأشخاص، وأنه هناك من يكفر بالجملة ويبدع بالجملة ويفسق بالجملة. ما يمكن. هل يصنع العلماء هذا؟ لا. فنرجع إلى العلماء. الكافر كافر ولا أحد يشك فيه، لكن المسلم لا يمكن أن نخرج من دائرة الإسلام إلا بإقامة الحجة انتفاء الشبهة، ولا وقعنا فيما وقعت فيه نسأل الله السلامة على الخوارج. وقلنا الناس انقسموا في هذا الباب إلى طرفين وسط: خوارج يكفروا، نعم، ومرجئة لا يكفروا، وأهل السنة يتوسط، نعم، وخير الأمور الوسط. فتح الله عليك. نعم يا أخي.